خلينا نعرف تفاصيل اكثر حول هذا الموضوع. معنا عبر الهاتف دكتور ايمن حمزه المتحدث الرسمي باسم وزاره الكهرباء. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم على حضرتك وعلى المشاهدين الكرام. اهلا بحضرتك. فهمنا تفاصيل اكثر عن هذا المشروع العملاق وفائدته ايه هتكون للمواطن تحديدا. احنا ده في اطار التشجيع والتوسع في خطه الوزاره والحكومه في توسع في طاقات متجدده، او بمعنى اخر الدخول او الاعتماد على مصدر طاقه متجدده بنسب كبيره عن المعتاد، الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح. يعني مش بس كنا بالامس القريب كنا بتدشين باول 50 ميجا وات لاكبر تجمع شمسي في قريه بلبان في غرب اسوان. اليوم ان شاء الله يعني باذن الله بنتكلم على تجمع برضه لزراعه رياح او طاقه شمسيه مولده من الرياح. احنا بنتكلم على ان احنا بنخفض استهلاك الوقود المعتاد او الغاز الطبيعي، وبالتالي نقدر نستخدم نستفيد من الغاز الطبيعي في الصناعات اللي هي الوسيطه تعتبر دخل الاقتصاد المصري. كمان في نفس الوقت بنقلل الاستهلاك قيمه التكلفه بالنسبه لاستهلاك الوقود. بالاضافه الى احنا عندنا من الطاقات المتجدده في مصر ما يبلغ حوالي 90,000 ميجا وات، دي قدره كبيره جدا احنا بنحاول ان احنا نستفيد بيها ان شاء الله ونعظم استخدام الطاقات المتجدده. طيب دكتور ايمن، هو امتى هيتم افتتاحه؟ يعني التردد داخل الجرايد ان هو هيكون الافتتاح تحديدا في 30 يونيو الحالي، هل ده صحيح ولا هيتم التاجيل؟ والله تحديد الميعاد يعني ده بيرجع لي حسب ظروف الساحه وبالنسبه لي للوضع العام. وان شاء الله احنا يعني احنا الاهم من الافتتاح ان هو احنا عندنا من القدرات يعني الطاقات المتجدده اللي كل يوم على الثاني بتتزايد في بتاعها، وكمان الاستفاده منه في تشجيع القطاع الخاص ان هو برضو يخش في هذا المجال، ومدى الاقبال في الاستثمار في هذا المجال ده شيء طيب جدا. وزي ما قلت لحضرتك ان هو ده بياتي ضمن خطه موضوع حتى 2030، ان احنا نصل بنسبه انتشار الطاقات المتجدده الى نسب يعني تتخطى حوالي 42% او تزيد عن كده. طيب دكتور ايمن، سريعا جدا، هل في تخفيف احمال للكهرباء هيحصل تاني ولا خلاص خلصنا موضوع تخفيف الاحمال عشان لسه في انقطاع محدود للتيار الكهربي بيتم في بعض الاماكن؟ لا، هو مفيش تخفيف احمال الحمد لله. يعني يمكن وكل مناسبات رمضان الماضي في الصيف ان شاء الله مفيش احمال عن الطاقات الاحتياطيه لتكفي كل الاحتياجات، ولكن القطاعات بتاتي نتيجه ان في الشبكات سواء في توزيع الكهرباء في اماكن تبقى متهالكه او تبقى اعطال مفاجئه، واحنا حريصين حاليا ان احنا يعني نطور الشبكه ديت وندعمها، ويمكن في الاماكن اللي تم التوصيل فيها بقى فيها وجود ايجابي، ولكن ما زلنا يعني بنمضي في الخطه ديت المفروض ان هي تنتهي ان شاء الله على اخر 2018، وبالتالي يعني ان شاء الله نشر تطور وطفره في الشبكات، ونامل ان شاء الله يمكن معالي الوزير وسياده الرئيس ان ما يبقاش في انقطاعات للطاقه الكهربائيه باذن الله ان شاء الله. نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على هذه الإيضاحات.